إثر الاستغلال الجيد للمعلومات التواجد الميداني والأمني لتأمين المواطن ممتلكاته، تمكن أفراد المجموعة الإقليمية الدرك الوطني بالمسيلة في عملية نوعية من تفكيك شبكة إجرامية دولية متكونة من 5 أشخاص تنشط في إقليم الاختصاص مع حجز 700 غرام من مادة المخدرات الصلبة كوكايين، مع توقيف 5 أشخاص مشتبه فيهم وحجز مبلغ مالي معتبر بالعملة الوطنية والأجنبية، نظارات الميدان، جهاز تحديد المواقع GPS، أسلحة بيضاء، 3 سيارات سياحية. سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة فور الانتهاء من التحقيق.